السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. أكد طبيب جزائري في علم المناعة أن الفئة الهشة من السكان الجزائريين مطالبون بأخذ اللقاحات فورا من أجل حماية أنفسهم من فيروس خطير يعتبر أكثر عدوانية من فيروس كورونا. وأوضح البروفيسور جنوحات أن أيام البرد والأماكن المغلقة تشجع على انتقال فيروسات الجهاز التنفسي ومنها تلك الخاصة بالأنفلونزا الموسمية، وبالتالي فإن الوقت مناسب للفئة الهشة من السكان بأخذ اللقاحات المضادة للأنفلونزا من أجل تفادي الأشكال الحادة من هذا المرض.